ومن اتخذ الأسباب وترك التوكل فهو مشرك. من اعتمد على الأسباب وألغى التوكل فهو مشرك، ومن توكل على الله وأهمل الأسباب فهو مخطئ. والمطلوب الجمع بينهما. هعيد لأنه أنا خربطة، أنتوا هتردوني هلا. من اعتمد على الأسباب فهو مشرك. ومن أهمل التوكل فهو مخطئ. والمطلوب شرعا الجمع بينهما. اللهم صل وسلم وبارك.